طبعا كلنا طبعا شفنا الاعلان بتاع زبادي اللي هو بالصوبيا، ودانون عامله بقى زبادي بالصوبيا ورجع جديد، وهو اصلا كان موجود ورجع والكلام ده. فدورت عليه لحد ما لقيته علشان نجربه، ولكن ما جبتوش لوحده، لان برده لقيت برده هناك من نفس الشركه ونفس العبوه ونفس كل حاجه زبادي تيستي بالخوخ وزبادي تيستي بالفراوله. احنا جينا النهارده بقى نجرب الثلاثه ونشوف راينا فيهم ايه، ونشوف حوار زبادي اللي بالصوبيا الجديد ده هل حلو ولا وحش. زبادي بالصوبيا غريبه قوي قوي، هو لما نزل اصلا قبل كده انا اصلا ما جربتوش، فانا بجربه معاكم لاول مره. طيب تمام، تعالوا نبدا بتيستي زبادي خوخ. بيقولوا يعني ان هو فيه تحت قطع خوخ، يعني المفروض اللي تحت ده كده قطع خوخ، فتعالوا نفتح ونشوف. بيجي من فوق كده زبادي عادي خالص، لون ابيض عادي خالص، زبادي يا صاحبي. تعالوا ندوق طعم الزبادي الاول، بعد كده ندوق طعم الزبادي بالخوخ. ده كده طعم الزبادي الاول، بسم الله، زبادي وفي طعم خوخ جامد جدا جدا. ولكن انا بقى لو خدت حبه زبادي بحبه خوخ بقى من اللي تحت دول، ده كده هيبقى شكله. تعالوا نجرب، بسم الله. ده قطع خوخ يعني بالصوص خوخ، لا ده في كمان قطع خوخ. طب تعالوا كده يا صاحبي نقلبه كده كله، شوف كده بعد ما نقلبه النظام هيبقى ماشي ازاي، شكله اتحول بقى لونه برتقاني شويه يعني. تعالوا ندوق، بسم الله. طعمه حلو، زبادي لايت كده خفيف كده على المعده، وطعم الخوخ جامد جدا جدا. وكمان بعد كم ما قلبته كمان طعم الخوخ بان قوي قوي في الزبادي، وكمان قطع الخوخ كمان ايه عامله تيست كده جميل جدا جدا. تعالوا تاني حاجه نجربها اللي بالفراوله. ده شارحين هنا حاجه بيقول لك شرائح الزبادي المجمد، اول حاجه اخلط الزبادي والعسل معا حتى تمتزج جيدا، تاني حاجه تضيف التوت البري والزبيب وتقلب مره اخرى، تالت حاجه تبطن صينيه الخبز وبورق. ايه ده، في هم كاتبين هنا وصفه اللي عايز يجربها تقريبا بتعملها بالزبادي ده، يعني كيكه زبادي ولا ايه مش عارف. لو حابين نجرب الوصفه اللي هو كاتبينها دول اكتبوا لي تحت في الكومنت ونجيبهم تاني ونعمل الوصفه اللي هم بيقولوا عليها دي. مش مهم، تعالى نفتح الاول ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي دلوقتي. ريحه الفراوله قويه جدا جدا هنا، يعني ما كانش الريحه كده في الخوخ، ما كانتش فيه ريحه خوخ قويه، ولكن هنا الريحه جامده جدا جدا. تعالى برده زي ما اتعودنا ناخد الزبادي عادي وبعد كده الزبادي بالفراوله، شكل ده هيبقى طعمه اجمد بكتير. تعالوا نقلب كده على طول ونشوف. بص كده وانا بقلب بيتحول لاحمر، شكله كيوت قوي قوي، في قطع فراوله، بصوا الحته اللي فوق دي كده قطع فراوله. تعالوا ندوق بقى، بسم الله. اوف جامد قوي قوي الزبادي بالفراوله ده، جامد قوي 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 حرفيا، ولايت جدا جدا يعني مش تقيل كده وانت بتاكله، لا وانت بتاكله كده يا باشا مستريح عادي خالص وخفيف كده على المعده، وزي ما عودتكم كده وي على طول. عجبني جدا جدا اللي بالفراوله ده جدا جدا. تعالوا بقى نجرب اخر حاجه واللي انا متحمس له، الزبادي اللي بالصوبيا، زبادي بطعم الصوبيا، تيستي صوبيا بقطع جوز الهند. وبيقول لك ايه، قلبها، يعني نقلبها قبل ما ناكل ولفتره محدوده. ده اللي عامل بقى يا زميلي ايه بقى لبان بقى خالص. تعالوا بقى نفتح ونشوف. لو انت بتتكلم على التيشيرت الجامده جدا جدا دي، انت شفت طبعا الفيديو بتاع التيشيرتات دي، يعني حاولت اعمل لكم كده فيديو ازاي تجيب لبس العيد بسعر رخيص، عشان تعرف طبعا يا صاحبي دلوقتي الدولار في الوي في العالي يا زميلي. عملت لك فيديو كده خفيف كده حلو كده زيك، وقلت لك ازاي تجيب التيشيرتات الجامده دي، هسيب لك لينك برده التيشيرتات دي تحت برده في الكومنت لو انت حابب تشتريها. نفتح اللي بالصوبيا، هو ميه جدا جدا في نفسه غير التانيين، التانيين كانوا ماسكين نفسهم، ده ميه جدا جدا. هو قال نقلب قبل ما ناكل، فنقلب قبل ما ناكل. ريحه جوز هند قويه جدا جدا، يلا بينا، بسم الله. عارف طعم الصوبيا اللي بتتاكل، اللي ما يعرفش طبعا في صوبيا جامده كده تقيله بتتاكل تقريبا من عند الحسيني حاجه زي كده، يعني ده يعني مقارب سيكا لطعم الصوبيا اللي بتتاكل الحلوه. يعني حسيت كده وانا باكل طعم جوز الهند باين، وفي كمان قطع جوز هند وتمام كله لطيف وكل حاجه يعني، ولكن برده قلبه معايا على الصوبيا اللي بتتاكل. هو يعني تجربه لطيفه حلوه، عجبني جدا جدا، ولكن بالزبادي. وبس كده، الانستجرام بتاعي هنا، وروح اعمل لي فولو هناك عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. وكالعاده دوسا كوتش، السلام عليكم.